اتفضل يا فندينا. اتأخرت قوي يا فندينا. معلش، انت اول ما طلبتيني سبت كل اللي في ايدي وجيت جري. خير؟ اخبارها تضايقك. قولي. خالك. اشمعنى؟ جالي النوح عشان يتفق معايا. نعم. خال مين؟ خالي انا راح للنوح. جاله واداله معلومات مهمه قوي عن صفقه انت بتظبطها من زمان ودافع فيها ياما، وكمان اماكن المخازن بتاعتك والحتت اللي بتجيب منها البضاعه. خالي يمكن بيلعبهم. انا متاكده من اللي بقوله لك. ومن يومين كمان جالي النوح واحد حاسه ان انا شفته قبل كده، بس مش فاكره شفته فين. قعدوا يتكلموا كتير قوي ما سمعتش منهم ولا حاجه، لكن لو شفته مره تانية ممكن اعرف. هيكون مين يعني؟ هو في بعد الخل؟ يا خال. يو، هو انت هتفضل شايل طاجن ستك ده كتير؟ فاكرها هينة عليا يا شوق؟ يا حبيبي وانت كنت عملت ايه؟ ده انت مديت ايدك وخدت لقمة من حقك، واللي انت عملته ده عين العقل. انت بكده ثبتت مكانك في السوق، وعلى رأي المثل عدو عدوي يبقى صاحبي. انا من ساعتها مش عارف اتلم على نفسي، الدنيا بقت قصاد عيني اضيق من خرم الابرة. هما اللي عملوا فينا كده. انت تايه يعني عن اختك وابنها؟ كرشهم واسع وياكلوا مال النبي. الحمد لله بقى ان احنا لقينا لنا سكه ناخد شويه من اللي كلوه علينا. انا اخرج يا شوق. وهتسيبني لوحدي في اللوكان ده؟ انا عايز افك عن نفسي شويه يا شوق. ماشي يا حبيبي، فك عن نفسك. اقول لك خد لك كاسين او حجرين معمرين، المهم تخلي المزاج عالي، عشان عايزه حبيب قلبي يفوق ويروق بقى للشغل التقيل. ياه، حاسه كاني وصلت لتركيب الدواء بيعالج مرض مزمن ما كانلوش علاج. اه عندك حق، شكله بقى بني ادم مختلف خالص. البركه في مجهوداتك وتعبك معانا يا حضره الضابط. وافكارك اللي حلت عقده وفكك لسانه. قلت لك قبل كده ان مش شادي لوحده هو اللي محتاج لنا. تقصدي مين يعني؟ اقصد ثانية تليفون. اوكي اتفضل. الو، هاي يا علي. طب هتسأل عليه اي حد في الحارة؟ يعني ايه؟ طيب ماشي 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 يا علي، يلا مع السلامة. هو في ايه؟ ابدا، عسكري كان مجند معانا وخلص مدة تجنيده، بس مشكلته أكبر من مشكلة شادي بكتير قوي. كنت ناوي تجيبه هنا؟ والله كان نفسي، بس واضح إنه خدها من قصيرها ورجع البلد. بس للأسف بقى في البلد عندهم مفيش زي عندنا هنا. إيه يا حضرة الضابط؟ هنا ممنوع. ازيك يا مريم، عاملة ايه يا جميلة؟ كويسة، شدي حيلك. الحمد لله ربنا كتب لك عمر جديد. أنا مش حاسة بحاجة خالص. ليه؟ هو اللي أنت عملتيه في روحك ده كان شوية؟ أنا عملت في روحي إيه يا دكتور؟ الحامل لازم تاخد بالها من كل خطوة. يعني أنا لسه. الحمد لله، اطمني، لسه موجود، لسه ليه عمر. يعني هو ماسك في الدنيا وربنا نجاه من اللي حصل. الحمد لله. الحمد لله. ألف حمد لله على السلامة يا حبيبتي يا غالية. بيسا ده طلع ما نزلش لسه عايش. أمال أنت فاكرة إيه؟ ربنا فوق الكل. أنا مش عارفة إزاي كنت هعمل في روحي كده، إزاي كالي القلب. أنا عارفة يا أختي، هانت عليكي نفسك إزاي وعملتي كده؟ ما حسيتش بقيمته إلا لما كان هيروح مني. عمري ما كنت هسامح نفسي يا بيسا. ده أنا حاسة دلوقتي إن روحي اتردت فيا. أيوة بس أبوه ما يستاهلوش،
ده انا اتصلت بيه عشان يجي ينقذني وينقذك. بصيت لقيته جه ويا ريته ما جه. اول ما جاله تليفون رمالي القرشين وقال لي بقي طمنيني يا بيسا. الزهر لما بتدي كتير بترخصي في عيون الناس، وانا اديت لخميس بزياده قوي. سيبك من كل ده بقى وبصي لمصلحتك، وبصي للعيل لسه ما يعرفلوش اب ده، والنبي بصي لصحتك وحياه الموت اللي اترميت في ضله النهارده. لا يكون العيل اللي في بطني ده اخر مسمار في نعشك يا فندينا. عملت ايه يا مطلوب؟ دورت عليه في كل مكان، ملوش اي اثر، زي ما يكون فص ملح وداب. وانا الله يا فندينا دورت عليه في كل مكان، سالت كل حبايبنا ومعارفنا ان حد يعترف فيه، برضه مفيش فايده. هيكون راح فين يعني؟ الارض اتشقت وبلعته. حتى الخماره اللي بيقعد فيها رحت له فيها، ما لقيتوش. دوروا تاني وتالت وعاشر، وبدوروا رجاله في كل مكان وفي كل شقه، لازم تلاقوه. فاهمين؟ فاهمين. اركب العربية. حاضر. اتفضل يا فندينا. هنا بقى نلم روحنا ونقول نقوله لا حد يشوف ولا حد يسمع. الله ينور عليك يا براه، فكر انما في الجول صح. وبعدين احنا طرشنا في المحل يا معلم. رجالة فندينا زمانهم بيحوموا حواليك وبيشمشموا وراك زي الكلاب، واكيد انت مش عايز افندينا يعكوشك يعني. عكوش مين؟ فندينا؟ الظاهر عليك ما انتش فاهم انت كمان ولا ايه؟ تفكر افندينا ده تفكيره كده من دماغه زي الناس ما بتقول؟ لا لا، لعلمك افندينا ما بيعملش اي حاجه غير لما يشور عليا انا الاول. اه والله يجيني كده ويقعد تحت رجليا ويقول لي اعمل ايه يا معلم؟ اقول له معلم ياد قول اخال قول اخال، واقعد احكي له اشرح له فهمه، وهو ولا حاجه انت لم تنادي. مين؟ ولا حاجه انت لم تنادي خالص. ما انت عارف. امال ايه حصل؟ ده مش كنت هناك؟ وهنا كمان يا معلم. حلو. وهنا كمان صح صح. انما هو ليه ما خدكش مع المصلحه الكبيره؟ ها؟ ما خدكش معاه ليه المصلحة الكبيرة؟ أنا هقول لك. مش جيني. صب. أوي. ده أنا صب لك وصب لأهلك. حلوة. صب لأهلك. انت مش هتبطل التهيؤات اللي بتجيلك دي ولا خلاص؟ الخمرة عملت برومة في دماغك. انا عاملة حساب لعضل التربة وسايباك عايشة لغاية النهاردة، لكن يوم ما تعصيني لا هيهمني عضم تربة ولا هيبقى لك وجود على وش الدنيا دي. فعقالي كده وامشي عدل، وإلا هتبص تلاقي نفسك في غمضة عين مرمية في حفرة مليانة تراب، ولا ملفوفة في قميص الكتاف وعالسرايا عدل. وطبعا انت ست العارفين، وعارفة انا ممكن اعمل فيكي ايه. ادينا اهو واقفالك على رجلي وبمشي اهو، يعني ايدي طايلة واقدر اعمل كل اللي انا عايزاه ولا حدش داري. روحي بقى قولي لهم اللي شفتيه علشان بدل ما يبقى لسانك تبقى القلب. وهقول لك اللي ما قلتوش لحد دلوقتي، الناس كلها اتخلقت لها عينين اتنين، وانا ربنا حباني بثلاث عيون
العين التالتة هي ابني أفندينا اللي لازم يبقى فوق، حتى لو كان التمن إن أحبس نفسي في كرسي بعجل علشان يفضل فوق وأنا تحت، والسوق كله يعرف إن البيت ده ما فيهوش غير كلمة واحدة بس، كلمة أفندينا. فعقالي بقى وما تعمليش زي أبوكي علشان ما تروحيش في طيس زيه، وكفاية عليك التهيؤات اللي مطيرة النوم من عينك. أديك شفتي نص الحكاية، لو تحب تعرف النص التاني أحكيهولك. أبوكي خان العيلة، خان أبو خميس، وخان أخته، وخان أخوه، وخان رجالة بجد، وفي عرفنا اللي يخون جزاته عيار بتلات أبيض عشان نخلص منه. ارحموني، أنا غلطت صحيح وبلغت عنكم غصب عني، ما كانش قصدي، هددوني وأنا خفت على نفسي وعلى بنتي وعلى مراتي. الخيانة تبانها موت. ارحمني يا أبو خميس. ما كفكش أهوان ولساك عم تعيط زي الحريم. الرحمة يا ضوية، ده أنا أخوكي. في شغلتنا الرحمة خيبة تكسر صاحبها وتوصله للي أنت فيه، وزي ما قال أبو خميس تمن الخيانة الموت. حرام عليكم، حرام عليكم. عنك يا كبير، سيب لنا الشرف ده. لا ضوية. انت مش هتبطلي التهيؤات اللي بتجيلك دي ولا خلاص؟ الخمرة عملت برومة في دماغك. انا عاملة حساب لعضل التربة وسايباك عايشة لغاية النهاردة، لكن يوم ما تعصيني لا حيهمني عظم تربة ولا حيبقى لك وجود على وش الدنيا دي. فعقالي كده وامشي عدل، وإلا هتبص تلاقي نفسك في غمضة عين مرمية في حفرة مليانة تراب، ولا ملفوفة في قميص الكتاف وعالسرايا عدل. وطبعا انت ست العارفين وعارفة أنا ممكن أعمل فيكي إيه. أدينا هو وقفالك على رجلي وبمشي اهو، يعني ايدي طايلة واقدر اعمل كل اللي انا عايزاه ولا حدش داري. روحي بقى قولي لهم اللي شفتيه علشان بدل ما يبقى لسانك تبقى القلب. وهقولك اللي ما قلتوش لحد دلوقتي، الناس كلها اتخلقت لها عينين اتنين، وانا ربنا حباني بتلات عيون. العين التالتة هي ابني افندينا اللي لازم يبقى فوق، حتى لو كان التمن ان احبس نفسي في كرسي بعجل علشان يفضل فوق وانا تحت، والسوق كله يعرف ان البيت ده ما فيهوش غير كلمة واحدة بس، كلمة أفندينا. فعقالي بقى وما تعمليش زي أبوكي علشان ما تروحيش في طيس زيه، وكفاية عليك التهيؤات اللي مطيرة النوم من عينك. أديك شفتي نص الحكاية، لو تحب تعرف النص التاني أحكيهولك. أبوكي خان العيلة، خان أبو خميس، وخان أخته، وخان أخوه، وخان رجالة بجد، وفي عرفنا اللي يخون جزاته عيار بتلات أبيض عشان نخلص منه. ارحموني، انا غلطت صحيح وبلغت عنكم غصب عني، ما كانش قصدي، هددوني وانا خفت على نفسي وعلى بنتي وعلى مراتي.
الخيانة تمنها موت. ارحمني يا ابو خميس. ما كفكش هوان ولساك عمال تعيط زي الحريم. الرحمة يا ضوية، ده انا اخوكي. في شغلتنا الرحمة خيبة تكسر صاحبها وتوصله للي انت فيه، وزي ما قال ابو خميس تمن الخيانة الموت. حرام عليكم، حرام عليكم. عنك يا كبير، سيب لنا الشرف ده. لا يا ضوية. يلا يا خميس. يا حبيبي يا اخوي، يا مرار المرار، يا مرار المرار، يا مرار، يا حسني، يا حبيبي يا اخوي، يا مرار المرار، يا مرار المرار. انت يا اخوي، انت هروح فين من بعدك يا اخوي؟ يا لهوي، يا لهوي، يا مرار، هروح فين من بعدك يا مرار؟ الحقونا يا ناس، الحقونا يا اخي، الحقونا. عرفت ان انا محوطاكي حتى في منامك. لو عايزة تحصل ابوكي ارمشي بس بعينك وقولي اللي شفتيه، وساعتها هتموتي بدل المرة الف، بدل المرة الف. سر في شوق يهبل، مش في ابو سنة. شوق؟ وايه دخل يا حاج شوق بالحوار ده؟ شوق؟ شوق هي ترياء ابو سنة، هي اللي قفشه سره وملوده وراها، وهي اللي مالت مخه وجابته لحد عندنا هنا، وهي اللي هتجيب اجل خميس. بس خميس مش هيديها فرصه. ها؟ وانت ايش عرفك؟ متهيألي يعني انه مش سهل وهي يعني ما ينفعش. اللي يسمعك كده يقول انك تعرفيه كويس. انا؟ وانا اعرفه منين؟ يعني انا بسمعك بتتكلم. بنت يا سوريا. ايوه يا معلم. نعم. بنت ظبط الحجر قبل ما يفحم. حاضر. مالك يا مطرح؟ ما تقعدي، مدينانة ولا ايه؟ لا اصل انا تعبانة، هخش انام، دخت من لف طول النهار. تصبحوا على خير. لا. عاوز مني حاجة تانية يا معلم؟ لا خش نام انت كمان. طب بالاذن. مراتك الايام دي رجلها خارت على الخروج. عادي يا حاج، بتنزل تتسوق. انت عارف بقى مخ الحريم. ايوه، يبقى اسالها كده وشوف هتقول لك ايه، وبقى تعالى قول لي. ليه يا حاج؟ انت قلقان من حاجه؟ اسالها الاول بس. بتقول ايه يا خميس؟ اللي سمعتيه يا ام، أنا راسي متلخبطة ودماغي هتتشقلب قصاد عيني. أبو سنة راح للنوح؟ هي حصلت؟ اخص عليك يا أبو سنة، تروح للنوح برجليك. الظاهر كان معاك حق ياما. إحنا مش في مين اللي معاه الحق، إحنا في المصيبة دي اللي لازم تتلم. أنا بادر وراه رجالة في كل حتة، بس زي ما يكون قرص فوار ودايب في كوباية مية. مفيش غيرها العقربة مراته، بخت السم في ودنه ورميته في سكة النوح. معلوم. أما سدت السكة في وشها هنا، رمت هلب هناك،
ودورت بقى شريط ذكرياتها القديم لحد ما وقفت في محطة النوح وقالت نرجع اللي كان ونلم كل بنت الغزية. وهو ما صدق لبد في العظمة جايله على طبق فتة ابن الجعانة. الخبر ده لو اتسرب هيبقى مطب عفش. حكاية النوح دي لازمها قفلة. والترامادول ده ممكن يشوه الجنين اللي في بطنك ويخليه يتولد مش طبيعي وتعيشي عمرك كله شايفة بلاوية متجسدة في ابنك. أنا وحياة ربنا ما أعرف يا دكتور، دول قالوا لي ده بيسهر وبيخلي الواحد يصلب طوله كده ويقدر يقف على حيله للصبح. وللأسف هو ده الوهم اللي بيصدقوه ناس كتير، وفي الآخر بتكون النتيجة بلاوي سودة محدش يقدر عليها. أنا بحذرك يا رمانة، لو ما بطلتيش دخل الدرشان ده الله أعلم الجنين اللي جاي ده هيبقى شكله عامل إزاي. أنا عموما ما حبيتش أكبر الموضوع وأعمل لك مشكلة إن حسيت إنك غلبانة ومش فاهمة حاجة، بس أديني بفهمك، لو ما سمعتيش كلامي يبقى قضيتي على اللي في بطنك ومش هشوف النور. حاضر يا دكتور، حاضر. توعديني؟ أوعدك. سلام عليكم. مع السلامة يا دكتور. ها طمنيني، خلاص هتخرجي؟ الله يخرب بيتك يا بعيدة، الزفت اللي انت كنت بتديهولي ده كان هتضيعني ويضيع اللي في بطني. اسمعي يا بت، بقولك ايه، انا مش عايزه جنس مخلوق على وش الارض يعرف ان العيل ده لسه موجود. حتى افندينا؟ خصوصا افندينا. طب ودي حاجه تستخبى يا اختي، ما مصير المستخبي يبان. ساعتها يبقى ربنا يحلها، انما لحد ما يبان لسانك اللي عايز القطع ده ما ينطقش بكلمه الجنس مخلوق. انت فاهمه؟ امرك. بس انت ناويه تروحي الشغل برضه؟ لا، شغل ايه، انا خلاص تابع علي ربنا. علاجك ده انت مش بتحمي نفسك بس بيه، انت كمان بتحمي بيه حبيبتك اللي نفسك تتجوزها. مش انت نفسك تتجوزها برضو يا شادي؟ اكيد. ومالك مكسوف كده ليه؟ الحب ما بيكسفش، الحب بيخليك سو سترونج وعندك انرجي وباور وبتبقى نفسك تقول للعالم كله ان انت بتحب، مش كده؟ كده يا دكتور، بس انا مش فاهم هما هحميها ازاي من الترامادول، هو بيأثر عليها يا كمان؟ اكيد لما تتجوزه هيبقى نفسك تخلف منها، البيبي ده ممكن والسموم دي كلها بجسمك يا اما يطلع مشوه او لا قدر الله يموت. يموت؟ الدرجه دي الترامادول بيعمل كل ده؟ بس احنا خلاص يا شادي نظفنا جسمنا من كل السموم دي، وانت وعدتني انك استحاله ترجع لها تاني، صح؟ صح. You promised. صباح الخير. اهلا بالقمر. بص بقى انا جبت لك كل الكتب اهو عشان ما يبقالكش حج، هتذاكر وهتستعد مش هيفوتك اي حاجه خالص، وهتطلع من هنا وانت زي الفل. برافو عليك يا مريم، وانا كمان محضره لك مفاجاه جامده جدا. ايه هي؟ رامي ويحيى خفوا جايين هما كمان يسلموا عليك. رامي، يحيى، شادي. رامي، شادي، يحيى. على السلامه. عامل ايه يا شباب؟ وحشني. ازيك يا يحيى؟ احنا لازم نرجع نذاكر تاني يا معلم. لازم. يلا يا شادي ما عندناش وقت. يلا بينا. اتفضل. انت خدت الكتاب ده؟ اه معايا في البيت. انا اول مره اشوفه. هنذاكر. التلفزيون بوظ دماغ الخلق، كله بتاع كلام، كله كلام وبس. عيش الذبابه، واحنا شعب نموت في الكلام. اه الناس دي لو بتحب البلد بجد يمشي ورا دماغي. ازاي يا معلم؟ اقول لك ازاي، هما مش بيقولوا السياحه مضروبه؟ اه. السياحه مضروبه ليه؟ ليه؟ عشان السايح من دول ورا مزاجه يمشي ورا مزاجه، فاحنا لو جينا عملنا كام مدينه على كام بلد جوه مصر زي شرم الشيخ، اسوان، البلاد السياحيه دي عملنا فيها الحشيش رسمي. يعني السايح يقف قدام الكشك يشتري سجارته، يشتري قرش حشيشه، يشتري بفرته. اه بس جوه المدن دي بس مش سبهلاله، يعني اللي يتمسك بره البلاد دي بحشيش ربنا يتولاه، واللي يفلت يبقى حلو. الغرض ان نتفرج بقى على السياحه اللي هتجيلك، سياحه خارجيه عشان يدوقوا حشيشنا، وسياحه داخليه عشان عارفينه. اتفرج بقى، ساعتها الدولار هيبقى ب 75 ساخ. ده غير الضرايب اللي هتدفع للبلد، حق البلد. الله عليك يا فندينا، اللي بالحق صحيح، هو الخال فين؟ موجود. يعني الكلام اللي بنسمعه ده في الكليتش؟
كلام ايه يا معلم؟ الكلام اللي عم بيتقال في السوق انكم اختلفتوا. لحد هنا وفرمالة يا معلمين. يا زبابة. ايوه يا فندينا. الله، انت زعلت ولا ايه يا فندينا؟ يحط مناخيره وسط العيله دي يتفرم. الخال يعني يا فندينا، وافندينا يعني الخال، والعيله لو واخذه كده منفذه على بعضها، والعزوه صلبه الظهر. وانتوا عارفين مفرقه لحد فين؟ احنا بنطمن يا معلم، وكان غرضنا. مفيش غرضنا، الكلام جاب اخره يا معلمين. ايوه يا فندينا، بس احنا لسه ما اتفقناش على المصلحه. مفيش اتفاق، وكل واحد هياخد اللي يترميله ويشتغل بيه. الكلام معايا على الكيف يا زوز. اؤمر يا فندينا. وصل الرجاله، يظهر الدخان توالهم. اتفضلوا رجاله، نشم هو بره مع الخضره. انت ذبابه، يدوم الواجب يا معلم. واجبك واصل يا ابوي. اجلي دورة يا جيم. يا دي رمانه، احنا مش هنخلص في الحدوته دي. راجل سعادتك بتاع الاخضر قالب الدنيا عليها ومش عاجباه ولا نمره، هيموت عليها سعادتك. طب والبنت اللي معاها راحت فين؟ فص ملح وداب، ملهاش ولا اثر، وقافله تليفونها سعادتك. حمل على بوسي. بوسي سعادتك مستحمل اكتر من طاقتها، عامله زي السد العالي، لو حملنا عليها اكتر من كده هينهار ومش هنلاقي ولا نقطه ميه. والراجل سعادتك مليان دولارات خضراء لازم نحافظ عليه. استاذن معاليك، بوسي السد ارد؟ لا، خلي السكرتيره ترد. الو، يا بوسي، يا روح. ايه؟ طب اهدي بس. الله 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 الله، الله يخرب بيتك ويخرب بيت اللي يعرفك. انا هتصرف. فيلي، ايه سحنتك اتقلبت ليه؟ سعادتك الحكومه عكشت البت بوسي، هي والبنات اللي معاها. تكونش ماشيين في الحرام سعادتك. يخسع الحكومه، هم مش عارفين هي شغاله مع مين.